ايه اللي هيحصل في الملف الهندسي عشان نطمن حضراتكم؟ معانا على الهاتف المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي. يا باشمهندس سامح، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ ازاي صحتك؟ حضرتك الله يخليك. انا عارف المجلس تعبك اليومين دول، مش كده؟ يعني الحمد لله كله خير بتجري وكل الاهلي يهون طبعا ان شاء الله. بتجري، انا عارف. قول لي بقى، يعني الجديد انه تم الاتفاق على جدول زمني لكل مشروع، امتى هيخلص ايه؟ مش كده؟ مظبوط. يعني هو احنا اول ما بدانا نشتغل بدانا نحط زي مواعيد زمنيه وبرنامج زمني لكل المشاريع اللي هننفذها في الخطه الانشائيه، وده من اول يوم، من اول مجلس اداره ما انتخب حطينا الخطه الانشائيه وبدانا نعمل مواعيد محدده للمشاريع السنه دي. الكابتن محمود في اخر زياره ليه كان معايا في اهلي مدينه نصر، تفقد المشاريع ولف معايا وحدني بسرعه فكره عنها، بس اديك الاول المواعيد. اتفقنا على ان في مواعيد محدده هنبدا نسلم فيها كل مشروعاتنا، بدايه من شهر 8، شهر 9 وشهر 10، يعني تباعا هنبدا نسلم كل مشروع. اول مشروع هيتسلم عندنا هو ان شاء الله باذن الله هو تكييف طاله الكاراتيه اهلي مدينه نصر ان شاء الله. اهلي مدينه نصر. تمام، وده احد المشاريع اللي في اهلي مدينه نصر اللي كانت من ضمن الخطه الانشائيه في برنامج مجلس اداره النادي الاهلي. في مشاريع بقى اللي وراها تباعها في مدينه نصر، عندنا في المنطقه الترفيهيه اللي هي فيها حمام سباحه عائلي وفيها حمام سباحه للاطفال، والاول مره في نادي في مصر حمام امواج. 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 ودي الاول مره في نادي في جمهوريه مصر العربيه يعمله. جميل. جنبيه في مشروع تاني هو مشروع فود كورت، دي مناطق فيها منافذ خدميه لاعضاء النادي الاهلي. بفكر جديد وبنقله جديده ونوعيه تشطيب جديد بيتهيألي اعضاء الاهلي شافوها في المبنى الجديد اللي افتحناه في اهل الجزيره. لقوا الموضوع مختلف شويه. في فكر جديد شغالين عليه. ده المشروع الثالث في اهل مدينه نصر. جانب معاه بقى البوابات الجميله اللي كابتن محمود كان اعلن عنها في المؤتمر للمشروعات والاسوار اهل مدينه نصر. البوابات دي هتتسلم امتى بقى؟ يعني هي مراحل بقى، يعني اجزاء السور ماشيه مراحل، يعني كل شهر عندنا مرحله تتسلم. لكن الميعاد الفاينل بتاعها في 1/12، لكن هي كل شهر عندنا جزء بنسلمه. يعني الموضوع مش ماشي في الاخر، لا، اجزاء فيها متابعه دقيقه من اداره نسيه ولجنه نسيه ومجلس اداره. مجلس اداره طلب في المجلس الاخير متابعه اسبوعيه لجميع المشاريع في الافرع الاربعه، مش الثلاثه بقى، لان التجمع الخامس بدا يخش معانا شويه وهديك فكره برضو في الاخر عنه. زائد احنا كمان في مدينه نصر لسه مركبين شاشه عملاقه زي الشاشه اللي ركبت في اهل الجزيره وزي الشاشه اللي ركبت في الشيخ زايد. بدانا في مدينه نصر تجديد لدورات الميه لم تجدد من سنين. ودي هتبدا تسليمها الشهر الجاي. ان شاء الله باذن الله. ده طيب. بالنسبه لمقر مدينه نصر. يعني 1/12 يا باشمهندس يكون الخطه الانشائيه في الثلاث مقرات للاسوار والبوابات جاهزه. تباعا بقى ماشيه، يعني من اول 8 شغالين. 1/12 نبدا نسلم الغالبيه. 1/4 ان شاء الله باذن الله. تمام. التجمع بقى. طب نتكلم عن التجمع، ماشي. التجمع احنا خلصنا تقريبا بنسبه 90% جميع الملاحظات الفنيه لاستخراج القرار الوزاري. تمام. وجاري حاليا انهاء التعاقد، نعمل عقد مع هيئه المجتمعات العمرانيه. تمام. ان شاء الله باذن الله اول ما ناخد القرار الوزاري نبدا في اعمال التنفيذ لارض التجمع الخامس ان شاء الله. واستخراج التراخيص اللازمه لعناصر المرحله الاولى ان شاء الله باذن الله. احنا خلاص موضوع الارض ونقل الارض واللي انتهت خلاص. تمام. الحمد لله، وخدنا الارض الجديده ومكانها ممتاز ومفيش فيها مشاكل في التسويه. مش محتاجه اي جهود للتسويه، مش كده؟ ما فيهاش اي مشكله خالص، ولا فيها اعماق كبيره للارض القديمه. تمام. ونبدا فيها فورا ان شاء الله في استخراج التراخيص اول ما نستلم ان شاء الله القرار الوزاري. ان شاء الله باذن الله. الشيخ زايد عندك شغل جديد فيه لسه؟ الشيخ زايد عندنا احنا بدأنا من اسبوعين تقريبا اعمال الجسات للمبنى الاجتماعي الجديد وللشهر العقاري وللمسجد وللاسوار. دي الخطه الانشائيه الموضوعه للشيخ زايد، دي هتستمر بعد 1/10، يعني طبعا دي مش هنلحق نخلصها في 1/10، لكن احنا بدأنا بالفعل من اسبوعين التوقيع ورفع المساحي والشركه المنفذه نزلت الموقع
خطوات ايجابيه هيبان نتيجتها كمان شهر ان شاء الله، نبدا نحس بحركه ملموسه في الشيخ زايد ان شاء الله. شيخ زايد مبنى اجتماعي جديد مش كده؟ مبنى اجتماعي جديد بمسطح 1000 متر بمناطق جلوس الاعضاء بمقر الانشاء العقاري بمسجد كبير يليق باعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد. المبنى بقى اللي المفترض مستخدم دلوقتي مبنى اجتماعي واداري، ده هيتحول هيرجع للاكاديميه زي ما كان الاول ولا ايه؟ والله لسه القرار ما اتخذش هيتوظف في ايه؟ خلينا نفتح المبنى الجديد الاول والاعضاء يبقى عندهم مكان كبير ومكان يليق بيهم، ونبدا نفكر هنستخدم المبنى اللي كان اصلا حاجه للكوره والاكاديميات وكده هيتوظف ازاي؟ ده هيبقى يعني قرار مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ان شاء الله باذن الله. امتى ممكن عضو النادي يدخل من البوابه الجديده المبهجه جدا اللي كابتن الخطيب كان عرضها في اخر مؤتمر صحفي سواء في الجزيره او في مدينه نصر او الشيخ زايد، امتى يفاجئ بالسور مختلف وبالبوابه حاجه كبيره جدا اللي عليها النسر الكبير؟ للشيخ زايد ولا للافرع الجزيره ومدينه نصر؟ للجزيره ثم مدينه نصر ولا الشيخ زايد؟ احنا حضرتك العضو النادي هيبدا يشوف الاسوار الشهر الجاي، دي اول حاجه هتبدا تبان قدامه. الشهر الجاي؟ في مدينه نصر بالتحديد هيبدا يبان السور قدامه كامل متشطب، طبعا دي اول مرحله منه، هنكمل المراحل واحنا ماشيين. البوابات احنا هنبدا فعل فيها الاسبوع الجاي في مقر النادي في مدينه نصر. السور الجزيره الشهر الجاي هيبدا يبان السور معانا اول مرحله اللي هي من اتحاد الكوره لحد البوابه الرئيسيه امام المرسى. ان شاء الله قبل 1/10 هتشوف البوابه الكبيره بالنسر العملاق اللي قدام البوابه. قبل 1/10؟ قبل 1/10. خد بالك الجمهور والاعضاء شاهدين عليك، الكلام ده بيتسجل. الكلام بيتسجل. اتعودنا في النادي الاهلي من ايام ان احنا ملتزمين بكل كلمه بتتقال وبنبذل اقصى مجهود ونحاول نخلص قبل كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس. الجزيره بقى. الجزيرة. اتفضل. الجزيرة احنا النهارده بالتحديد انتهينا من الاساسات والخوازيق لصالة الكاراتيه بالكامل. النهارده. هنبدأ مرحلة الأعمدة ومرحلة الهيكل الخرساني للصالة. الحاجة الثانية بدأنا في أعمال تشطيب مدرج كرة القدم الجديد لفريق كرة القدم. بدأنا أعمال رفع المساحة الداخلي في تعديلات معمارية، بدأنا في أعمال التكسير، فده لسه بادئ فيه برضه من ضمن الخطه الانشائيه في اهل الجزيره. الخطوه الثالثه في تطوير المبنى الاجتماعي. المبنى الاجتماعي في الجزيره ده هياخد هيمشي على مراحل طبعا لانه مبنى بيستخدم. فحاطين له زي خطه تنفيذيه على مراحل عشان مش هنقدر نوقف المبنى بالكامل في موسم الصيف والاعضاء بيستخدموه. فده محل دراسه حاليا وهنبدا نخطر بيه الاداره التنفيذيه العميد محمد مرجان احنا هنتصرف ازاي وهنخش ازاي بالتنسيق معاه ان شاء الله. مدرج ملعب التتش القديم بقى، لانه كان في كذا مره قبل كده اتقال انه هيتم الهدم وتم استحداث كل المرافق المطلوبه اللي موجوده تحت منه من غرف لجيم المكاتب للناحيه الثانيه تحت المدرج الجديد. المدرج القديم امتى هيتشال؟ احنا مش هنقدر نهد المدرج القديم غير لما نوفر المكان البديل في المدرج الجديد. ايه اللي ناقص في الجديد ده؟ الجديد هو الهيكل الخرساني معمول. كويس؟ لكن التشطيب الداخلي مش معمول بنسبه كبيره، هو متقسم بطريقه معينه، لكن في تعديلات طلبت من جهاز الكوره وفي مكاتب استحدثت، فحاليا احنا شغالين على التصور الجديد، يعني اعتمدنا التصور الجديد وحاليا شغالين فيه. وقت ما هتخلص في الجديد هتهد القديم. طبعا طبعا. ومتوقع برضو احنا لسه في بدايه الشغل، متوقع ان احنا اخر السنه يبدا تبان ملامح المدرج الجديد معانا، او ما يخلص ان شاء الله احنا معانا رخصه هدم للمدرج القديم نبدا فورا في. معاك رخصه الهدم يعني جاهز. رخصه الهدم دي طالعه من المجلس السابق. السابق. قبل السابق كمان، يعني مجلس كابتن حسن. طبعا دي طالعه من ساعه ما انشانا المدرج. لانه كان في كذا خطه انك انت تبدا تفتح مسطح النادي بشكل كبير للناس. بالظبط بالظبط يا فندم. طيب دي شامل الخطه كلها. بعد 1/12 عندك طبعا خطه جديده بقى لبقيه الدوره مش كده؟ طبعا احنا حضرتك حضرتك احنا برنامج الانتخابي للمجلس الاداره معايا. احنا اتفقنا من اول يوم كل سنه هننفذ جزء من هذا البرنامج. تمام. بس احنا السنه دي خدنا جزء كبير.
يعني اللي احنا اتكلمنا فيه دوت كله ده جزء كبير من البرنامج. لسه عندنا فيه دي بوابه النادي مش كده؟ هي اللي هتكون دي بوابه النادي اللي هتكون عليه ان شاء الله. دي بوابه النادي ان شاء الله في الجزيره ومدينه نصر. يعني اعضاء النادي على مسؤوليه المهندس سامح علي كامل ابتداء من 10 هيخشوا من هذه البوابه في الجزيره ان شاء الله باذن الله بهذا الشكل اللي هي فعلا هيبقى حاجه مبهجه جدا وسعيده جدا لكل الاعضاء والجمهور ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس سامح علي كامل. الله يكرمك. شكرا للمستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي. ده الشكل اللي حضراتكم شفتوه بوابه النادي الاهلي في كل الفروع المختلفه اللي اللجنه الهندسيه شغاله عليه دلوقتي، واللي المفترض زي ما المهندس سامح قال لكم خطه هندسيه ماشيه تباعا، والامر كله لا ينفصل عن بعضه.